الإصلاح المأمول لكرة القدم الشادية قاب قوسين أو أدنى من أن يكون واقعاً ملموساً. هذا ما تترجمه الجمعية العمومية النظامية للفيدرالية التشادية لكرة القدم، كما أسمتها لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم. جمعية هدفها الأول والرئيس هو التصويت على النصوص القانونية للفيدرالية، وذلك بقصد العمل على القاعدة. رئيسة لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الفيدرالية التشادية لكرة القدم جاكلين مودينا أعربت عن شكرها للروابط الولائية على احترامها للوائح والمعايير، وأن انتخاب النصوص ستعقبه مرحلة تكوين إدارة جديدة للفيدرالية. هذا وكما تحدث ممثلا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن دور هذا اليوم في الإعداد لمستقبل كرة القدم التشادية. لذا دعوا المشاركين إلى التحلي بالمسؤولية واعتماد النصوص بكل ديمقراطية وشفافية. وزير الشباب والرياضة والترفيه وقيادة ريادة الأعمال باتيلي جيو في خطابه الافتتاحي للجمعية العمومية هنأ لجنة التسوية الكونور على عملها في مدار عام ونصف بلا كلل لتحقيق النتائج، وأن هذه الجمعية هي بداية جيدة للتعافي المتوقع لكرة القدم، حاثا المشاركين على اعتماد النصوص بغية تمهيد الطريق لانتخاب مكتب جديد في الأيام المقبلة.